داوديان نيكان وجدان واسماعيل مرقله مدعينها دلك جيبوتي اسماعيل مرقله حقها صوب حي وحي شريان ان وحن حسين جاي سمركاس ان دلك ديبتي سلو قاده هدبا اسماعيل مرقله يا وحر شيغي ان هدا لو دبيبيو اسبيتال كو يار دلك جرمالكا هلكاسي او لو غيي دكتور حاله سنهال لو دايرينايو هدبا قودو كاس ان حقوق فنقان دونا هدي بيرادو iyo wadamada ka galbeedka ee kula saldhigada Djibouti oo qorsheynaya in doorasho degdeg ah in Djibouti laga qabto si loo soo doorto wiil isaga adeer uu yahay hadaba muxuu yahay qorshaha ay ka dhimaacsan yihiin Ismaaciil Mrqele waxa uu ka doonayo inaan barnaamijkan aan ku soo qaadano hadii ay beeraado en sida la socotaanba Ismaaciil Mrqele dowladda Djibouti way qarisay xarigaas سيد الله سبحانه حنونك إسماعيل مرقيلة دولدة جيبوتي واي قرسي مدو أي كبير ميرسي إلا هاي قلبيتك أي سوء صارين حضر الله أي كل شيء غيان إسماعيل مرقيلة إي حالة ديسة إسماعيل مرقيلة وحنو سيدي هاي إلاها عافية عفما دقدقا ينقل جيرينا لكن هاي قلبيتك سيدة أي شيء غيان كل إلهي مدين لكن حنون أدق بمطعن أي كل شيء غيان حنون قاسمنا وأشيغي دونا. معلومة دم بيسيبة. إسماعيل مرقيلة وحلو قاضي دختر أما إسمي تركوية على دالكا جرمالكا هالكا سيغول وضريبية. وحكو سوبوذي حنوكا فالوكا أما ديكر وشوك تعبا ليري وإنت بدلنا أي نمكا أي دبيبي لأيهين ياكو سوبوذي. وحانا لو وضع إن متغناي نكاس آد دولات عالية عثمات كيس وحنو قندور إلهي باك قرامها لكن مركا أركين حالة ديسة في سيدة أي تعيل رجل بيتك وحي مركي بأي باللابد إن إيد أهان إسماعيل مرقيلة وإنسي الدق دقانو بدلو وقوفك لي بدل كيسة إن لك ينوي وحانا كيني النابي دهين دورشة الدق دقان لقبانيا وحانا لكيني ويل إستقع دير وقوي هاي وقصو مغدا أما في الفرعون وقجرو وزارة أريمها الدبادة نكا سامتها المشي اللي كيني دونا oo si qaban doormatan ay xilka oo hayo Ismaaciil Mrqele hadii uu nool yahay iyo hadii uu dhinto labaduba waxay rabaan in hadda wiilkaasi ay ku rajeeyaan hadaba Djibouti yaa soo maray Djibouti madaxweynaha soo maray kow waxa ka ahaa Xasan Guuleed Abdidoon waa ninkii ugu horreeyay ee soo maray waa ninkii halgamayaashii reer Djibouti mataana ka mid ahaa إن أدق بوها الصومالي مدن أدقو إنت عسل يقول أبتدون نكا قرانا يا قرانا يا مركا نكاس وحو أدير روحا اسمع عن مرقل مركا يقول إنتين وها مركا بلغو رجيي ولو ديقي حيلكا كون سغال بقول تدواتك تدبادو يو قبطيها يقول أبتدون إلا لغا سو قاري كون سغال بقول سغاش دي سغالك وحكو ديقي اسماعيل مرقل مركا وادق كري أفريكا كويالة لبتشير لو مدح بين كريه أي صور مريض حدنا ويل سجوا أذل ويا إسماعيل أي الوضع اللي هو يجي هذا ما كان هيك البيت محيك ما جاي من كجبوت بنت كريه محاوي هذا يحكي لي وين دور شدك دك الله قبته اسمر كان أنا بدلو اسمعنا مرجيل دور شد اسمر كان ويل كان يوم صار بحاوي سو أما كم مركا إن يجا أي سمين سو أما كم مركا إن يجا دباتين اسمعنا مرجيل because ninkii oo nool oo isbitaalka ku jira xanuunsan laakiin in la yiraahdo doorasho degdeg ah qabaneyna si wadankii mataqana fadqalala dastuuri ah iyo fadqalala markaas ugu dhicin wax laga soo shaqeeyay wey wax la og yahay wey marka reer Djibouti inay ka warqabaan ma aan taageerada hadii ka warqabina maanta waa inay ogaadaan Ismaaciil Mrqele waa xanuunsan yahay tarmarka ayuu joogaa xanuunkaasi faaluga ayaa mataqana ku dhacay sida warbaahinta dhan maanta mataqana ay qorayaan لكن يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي لكن ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي يجب ان يكون جبتي
شرم مركبتها لو قاضي ولو دبي ولو دبي فلا انت لما كوي دي ساحبك يا دكتور شادي واصلنا سيف عن المدرسه السعوديه حالاتها وها اسماعيل برجيلي يو هي جيبوتي انت دكتور شادي وصل ابو كل واد ارقتي وانا خلصي قران الله تيرد بدن اللي سو قريو اسماعيل برجيلي الهي عفمات تامه حسيو مركا هي جيبوتي محي وادي انت een bidaar waad yaad badu maadsan tahay horta xogtani ama arintani waa arin degdeg ah waa arin aad moos in muddo dheer la qarinayay oo adaba Umar Geelle maalmahan uu ka soo muuqanin ee media uu ka soo muuqanin ama aan muqaalkiisa la arag ninkan uu hanin siyaasi ah oo ruug cada ah oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika gaar ahaan siyaasadda Soomaalida saameyn weyn ku leh gudaha Djibouti nadee wadal siis xafad ku jira xafad ugu jiraan cadaw badan iyo waxay leedahay dad badan oo kursigana ku haamin in badan la qarinayay marka hadda waxan soo baxay waxaan moodaa gabi ahaanba inuu yahay de hawshu in aanay si aanay fashil weyn uga imanin inta Umar Geelle dadku ay aaminsan yihiin inuu nool yahay in laga soo hortago xukunka uu wareeg uu ka dhaco oo gabi ahaanba xukunka الغول كلا وريغو ان ارت ابو سمانيه مدبدا مركا عمر قال له حول النور بقى ان وريغتا ها ولوقد عجز با سو غلاي ان waxay u badan tahay hatta meetkiisa la qarnaya laga yaba hadsan Umar Geelle waan siyaasiya waxay u badan tahay inuu mar hore dhintay ee arintana loo sameeyay hadii aad dhob Umar Geelle u dhintay xukunka la wareegin waxaa baa dhici kara dagaal baa dhici kara ciidada la wareegay ha ciidamada dhicir waa la wareegnay barnaamijkii Faransiiska iyo galbeedka wadanka looga saarayay ayay ku dhawaaqi karaan hoggaamiyaha ciidamada way dhici kara naga baxa qorshayaal culus oo waxaan looga baranin ee dalkan ayaa iman kara marka si uu u sii shaqeeyo barnaamijka Faransiiska u sii shaqeeyo waa in la dhawday wacajisay waraaq wuxuu soo qoray waraaq ay soo qorayaan wuxuu soo qoray doorashada la qabto ragaas aan u fasaxay xukunka RABC inay qabtaan ana cajis iyo waxba igu yimid ninkan oo laga yaabo inuu hore ee tagay ee Malis Zanawi ayaa Malis Zanawi ka Malis baad ogeyn Malis asoo saddex bilood ka hor dhintay ayaa la shaaciyay oo la qarinayay maray xukunka ay tikraygi ay la wada wareegeen oo gabi ahaanba saraakiishii ugu sarreeyay ee tikray ay xukunka ay qaybsadeen oo dhan walba isku kala bedeleen oo xataa ra'iisul wasaaraha ku xigeenki xilki loo dhaariyay ayaa Malis meedkiisa dalka la keenay marka Umar Geelle horta xanuunkiisa waxay ka dhigan tahay Djibouti oo ma aragtay aan dhihi karo dalka Djibouti horta hadduu arintaasi horta waday alaha caafiyaad leh Umar Geelle inuu waa taariikh Soomaalida ku suntan ayaa badan oo hadduu nool yahay dadka Soomaaliyeed ay abaal ugu hayaan ba jira sababta ay tahay Soomaali inay maanta dawladnimo iyo wax aas aastaan Umar Geelle waxa la yiraahdaa dadkii ka sameeyay dadkii ragga sameeyay soo staafay guriga ha ka qayb qaatay buu aha marka waxa leena odaga alaha caafiyo Umar Geelle oo baxay waxay ka dhigan tahay howlo waaweyn waa Soomaali warba u diyaal Soomaali warba u yaal anuu marka waxaan leeyahay odagaas Ilaahay ha caafimaad leh caafimaad nasiyo Umar Geelle hawshiisa weysa soo taraysa bidhaaro waana hawl aad u adag Umar Geellena xanuunkiisa la sheegay waxay ka dhigantay Umar Geelle inuu khatar ku jiro Umar Geelle waa rag ugu dhigteetaysa qaarada Afrika dhigteetaynta soo haray qaarada Afrika inuu hadda kaliya ka jooga mar asiga oo siyaasi baa ka jooga adawen siyaasi ayaa ka jooga mar ee ninkii Eritrea haysta ha yaa ka jooga mar raggaas oo koray inuu xogtooda leh ama xanuunkooda waa xil ay meesha banayeen ma loogaan kara oo laga tashay marka hadda bayaankan ay soo saareen nimankan inta badan dalkaasi gacanta ku haya hawl dhayaarsan kara ma kulay wixii ka soo kordhay dalkan ma ku soo gudbinayna hada weer ma san tahay dawada inta san muqaal kana ku soo afmeerina wixii xogaa ah oo ka soo kordhay ramishkan halka ay ka daawan doontaan muqaal kale wadaaga